اللغة العربية لها تسمياتها بالنسبة للسمنة سواء كانت للرجال أو للنساء. نأتي معكم بالنسبة للرجال، نبدأ من النحف حتى آخر السمنة. يقال هذا رجل نحيف، رشيق، سمين، لحيم، شحيم، بلندح، عكوك، ردح. انتهينا من الرجال. نأتي معكم بالنسبة للنساء، يقال هذه امرأة نحيفة، رشيقة، سمينة، رضراضة، خدلجة، عركركة، عضنكة. انتم في اي مرحلة انتم واصلين؟ اكتبوا لي في التعليقات. بالنسبة للسمنة في اللغة العربية تصنيفات واسامي مختلفة، النحيف وبعده الرشيق وبعده السمين، هذه كلهم مقبولين. الجاي اللي بعده لحيم، سمين لكن لحم قاسي، وبعده شحيم زيادة في السمنة لكن شحم، واللي بعده البلندح زيادة في السمنة ويترجرج، هذا اسمه البلندح، والأخير عكوك وردح، هذا الله المستعان زيادة مفرطة في السمنة. شوفوا أنتوا من أي نوع من هذه التصنيفات.